مساء الفل. في ناس كتير مننا واحنا صغيرين كانوا بيمثلوا المرض والتعب على اهاليهم عشان يصعبوا عليهم وما يروحوش المدرسه، وقابلت ناس تانية بعد ما كبروا وتخرجوا واشتغلوا كانوا برضو بيمثلوا المرض عشان ياخدوا اجازه من الشغل، وشفت ناس بتدعي المرض عشان تكسب تعاطف اللي حواليها وتضمن ان شريك حياتها مش هيسيبها او يتخلى عنها وتعرف ازاي تسيطر عليه، زي ندى. ندى بطل القصة حقيقية النهاردة، اللي قالت في رسالتها: قلت لحبيبي إن عندي كانسر عشان أختبر حبه، فالحكاية قلبت بغم. وعشان نفهم الموضوع من أوله تعالوا نشوف ندى بعتت تقول لنا إيه. اسمي ندى، في بداية العشرينات من عمري. بدأت مشكلتي من حوالي سنتين ونص لما تعرفت على محمود اللي عشت معاه أجمل سنة ونص في حياتي، قبل ما كل حاجة تتهد على دماغي واتمنى الموت في كل لحظة. محمود يا سالي كان أول حب في عمري، معرفتش قبل منه ولاد، حتى في مرحلة الثانوي والمراهقة اللي فيها معظم زميلاتي كانوا بيدخلوا في تجارب حب وتعارف، وكانوا بيشجعوني ويقولولي تعالي اخرجي معانا، كنت برفض، لحد ما اتعرفت على محمود. خطفني بشخصيته وأسلوبه وتصرفاته اللي كلها جدعنة ورجولة. كنت بحس طول الوقت إن في بنات كتير حاطة عينها عليه. كنت عايزة أطمن إنه مش هيسيبني، وعايزة أعرف هو فعلا بيحبني ولا لأ. فمعرفش إيه اللي خلاني أفكر في الفكرة الغريبة دي. لقيتني بقوله أنا عندي كانسر مع إني كنت سليمة وما عنديش حاجة. يا ساتر يا رب يا ندى، حد يكذب في حاجة زي دي يا ندى؟ كانسر؟ ده اللي بيقول أنا عندي دور برد وهو ما عندوش بنقول له حرام عليك، هيجي لك حاجة وحشة، ما تقولش كده، ربنا مديك الصحة، ليه تنكرها؟ ما بالك بقى لما حد يقول أنا عندي كانسر أو عندي سرطان؟ طب ما عملتيش حساب حبيبك لما يكتشف كده وإنك بتحكي عليه هيعمل إيه؟ ما فكرتيش هيكون إيه رد فعله؟ مش هيشوفك كدابة؟ تعالوا نكمل. أنا عارفة أني غلطانة، ووقتها حسيت بالندم والخوف بعد ما قلت كده، وكل يوم كنت بحس أني اتورطت في الموضوع. موضوع كان بيتعقد أكتر وما كنتش عارفة أعمل إيه، واللي كان واجعني أكتر إن حبيبي بصراحة عمل فوق اللي توقعته بكتير. لقيته واقف جنبي بحنانه واهتمامه، كان كل شوية يطمن عليا ويشوفني ماشية على علاج ولا لأ، وده كان بيذبحني من جوايا. وفضلت على الكدبة دي كتير عشان ما كنتش عارفة أطلع منها إزاي. وبعد سنة ونص قابلته في يوم بالصدفة، وكانت معايا صاحبتي وعشرة 9 سنين، فتعرف عليها وبقى يكلمها، وكان بيقولها خلي بالك من ندى. فلاحظت صاحبتي إنه بيوصيها كتير وهي مش فاهمة حاجة، لحد ما قال لها إن عندي كانسر. اضطريت أكذب عليها هي كمان لحد ما هي عرفت الحقيقة وقالت له، وحصلت مشاكل كتير لحد ما سيبنا بعض. بعد كده أنا تعبت نفسيا، ما بقيتش عايزة أكلم حد رغم إننا بعيدنا عن بعض، بس فضلت أراقبه وأعرف عنه كل حاجة من بعيد. حاولت أرجع له بس ما نفعش، لحد ما في يوم صاحبتي جت قالت لي إن هو وهي بيحبوا بعض. كنت هموت من الصدمة يا سالي، وبعد فترة عرفت إنها كانت بتقول لي كده عشان تضحك علي، والصدمة كانت خلتني أعرف ناس مش كويسة وخلوني أشرب حاجات وحشة. كنت أشرب عشان أنسى الوجع اللي جوايا، كنت بعيط كتير وبنادي عليه وهو رافض كل محاولات الصلح والرجوع، لحد ما اتدمرت نفسيا ولقيت نفسي مش في وعي ولا في حالتي الطبيعية. بقيت بكلم ولاد كتير يا سالي عشان أنساه، وتعرفت على شاب كويس ومحترم ما كنتش قادرة أحبه نفس حبي لمحمود. كنت بكلمه لمجرد أني بكلم حد كويس ومهتم بي، لحد ما صاحبتي برضو خدته مني واتدمرت أكتر. بعدها نزلت شغل عشان أنسى كل حاجة، وفي شغلي قابلت واحد تالت كان طيب وكان بيحبني قوي وأنا حبيته بس مش قوي، لحد ما جالي عريس
وأهلي خلوني أوافق عليه، وماما وإخواتي أجبروني بسبب إني كنت برفض أي حد يجيلي، لحد لما اتخطبت له فعلا وسبت الشخص الأخير اللي كنت بكلمه بعد ما ظلمته معايا، بس والله كان غصب عني. ومع الوقت بدأت أحب خطيبي، لقيته شخص محترم وكويس معايا قوي. بس بكل صراحة يا سالي، لسه محمود حبيبي الأولاني ما راحش من دماغي، ولحد النهاردة لسه بفكر فيه. أنا دلوقتي مخطوبة بقالي سنة وشهرين، عرفت إن محمود خطب وتعبت نفسيا عشان كان عندي أمل إني أرجع له. هو اللي اداني الأمل ده، لأنه لما عرف إني اتخطبت كلمني وقال لي إنه عايز يرجع لي، وفضل يقول لي بحبك. أنا بس كنت بديكي درس إنك ما تكدبيش عليا تاني. قلت له سنة ونص. سنة ونص كنت بتعلمني، وفعلا كان نفسي أرجع له بس ما عرفتش، وحاولت أفشكل الخطوبة دي وأهلي فضلوا مصممين. محمود خطب يا سالي، ومن ساعة ما خطب وأنا تعبانة أكتر، لأنه بيوحشني قوي ونفسي أكلمه. أنا عارفة أنا ده غلط، بس غصب عني. خطيبي كويس معايا وكل حاجة كويسة، بس قلبي مش بإيدي. قولي لي أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ عملك حلو يا ندى، عملك حلو، عملك جميل. لحد هنا وخلصت رسالة ندى. عك في عك في عك زي ما بنقول، والسبب كدبة، كدبة صغيرة جرت وراها مشاكل كتير، وكدبة كبيرة يعني هي صغيرة بس مصيبة مش عارفة تخرج منها لحد دلوقتي. بس اللي اتعلمته هنا في قصة حقيقية إن كل حكاية وليها حل، كل حكاية وليها وشين زي الملك والكتابة. حتى لو كان الوش اللي باين في الحكاية عند ندى هنا يستحق إن احنا نزعل منها، نزعل من تصرفاتها اللي هي بتعترف بيها في رسالتها، فعلى الأقل في لحكايتها وش تاني يستحق إن احنا نطبطب عليها، صح؟ وش بيقول إن ندى بتمر بمرحلة عدم اتزان. أنا عرفت ده، كلمت ده، خرجت مع ده، عملت ايه، خلت تصرفاتها كلها ومشاعرها طايشة مش عارفة تتحكم فيها. والسؤال دلوقتي بقى، ازاي ندى ترجع تبقى متزنة تاني؟ ازاي تخرج من الحالة اللي هي فيها دي؟ لا، ومين مننا ما مرش بمرحلة ندى؟ او مين مننا ما كانش ليه قصة حاول ان هو يخرج منها ومعرفش؟ بس مش كل الناس اضطرت انها تكذب عشان الناس تتعاطف معاها وتشفق عليها وتكمل معاها. يا ست ندى.